ما لا أشرف في أنبياء المرسلين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزور فإنها تذكرنا بالآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر حاذم اللذات، أي الموت. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور بالمدينة فأقبل وجهه إليهم فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بأثر.